ولكن النعم صنفان، هناك نعم ظاهرة كما قال رب سبحانه إِنَّدْ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. أسبغ أتم أكمل، نعم تامة، النعم الظاهرة. هذا اللسان الذي يتحدث نعمة، يعني يتسمسلي يلس ذي النعمة. هذه الأذن التي تسمع وتميز بين الأصوات نعمة. ينادي الله صوم الزغيس هذه فهم الأصوات، هذه فهم المعاني. نعمة الأيدي، نعمة الأرجل، نعمة الماء، نعمة الهواء، نعمة الغذاء، نعمة لا نحصيها عددا. ربي ندوى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هناك نعم باطنة، نعم باطنة لها تفسيران. التفسير الأول هي النعم التي لا نراها، العقل. العقل إيه، يلا تقول عندي العقل، بسم الله ما شاء الله عليك، وراه لا تراه. إلا وقت تولي لعقلس يخدم بلا من ولاث، اللاغ لعقل بمذان يخدم بلا من ولاث. نعمة عظيمة جدا، نعمة المعرفة، نعم يعني هذه النعم التي لا نراها، النعم سواليرا. هناك أيضا معنى آخر لكلمة باطنة، هي النعم التي دفع بها عز وجل ما هو مضر. ممكن جات مصيبة ربي بعدها، أنت ما تعرفهاش وأنا ما نعرفهاش، ربي استبعد أن يوث المصيبة بلا ما نحصاها، فكي نعمة. لذلك العلماء يقولون النعم صنفان، نعم نافعة، نعم دافعة. تقول من النعم الدافعة وهي باطنة وتنسوى لرى هكذا. سبحان الله، ممكن الإنسان راقد ويجي حنش أزرم وبعدين يفوت على بطنه، من بعد كي بعد يشوف يقول الحمد لله. ايه ما على بالكش، أنت كنت راقد، لو كان ماشي رحمة ربي هذاك الحنش يدير واش يحب. ولكن نعم الله التي لا نحصيها عددا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. سبحان الله، وكان اللي جادل ويناقش لا والله حقر بغير يغيظه، والله لا يغيظه. لماذا يغيظه؟ إنه يغيظه أو كيف؟ يا عجابة، عندك شوية أيام تعيشها في الدنيا ويا سيدي، وقريت أربع حروف ولا ست حروف ولا كاش ما شفت في اليوتيوب كاش أفكار نتاع الدمار ونتاع التشويه ونتاع الشبهات، من بعد تقول أنا حكمت السبع من وذنيه، تفضيز مسقوم الزور. يا ولدي راس العقل، هاو العلماء الكبار أمنوا بدخلوا الإسلام هكذا من أوسع الأبواب. ربي قال في سورة فصلت الآية 53، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن فلننتبه. ومن الناس من تفيد التبعية، ربي يهدينا ويهديهم، من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. أكيد اللي يجادل في هذه الأمور في الحقائق في القطعيات لا علم ولا هدى له، ضائع تائه. ولا كتاب منير ولا حجة ولا بيان في كتاب من الكتب أو في سفر من الأسفار، لا شيء. هكذا تغنت إفغي وفريد والسلام. ذلك نسأل الله الهداية، الهداية نتمناها ونرجوها للجميع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يلا كي تقولوا اتبعوا واش نزل ربي، ذبعثه ولا ربي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله في سورة الإسراء الآية 9، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تعالى في سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أنت تقول هكذا يقول لك لا لا أنا خاطيني. يا ولدي الله يهديك ويهدينا. يلا ها سيدي، ويقول لك نتبع واش خلاه. فكذا دين الأجداد
احنا ما نتكلموش على احنا نضرب، احنا الحمد لله اجدادنا مسلمون مؤمنون، لكن هذوك زمان لا، يقول لك نتبع هذوك الزريعة نتاع قريش هذوك اللي خاطيهم كامل اصحاب قوبل وهوبل ولات والعزة، تبعوا الضلال. ولكن ربي سبحانه قال اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير، حتى ولو كان الشيطان يدعوهم، هو فعلا يدعوهم الى عذاب السعير،